Past continuous الزمن الماضي المستمر. يعبر هذا الزمن عن حدث كان مستمرا في وقت معين في الماضي. يتكون الماضي المستمر من فاعل زائد was أو were زائد فعل يحتوي على ing. نستخدم was مع الفاعل المفرد he, she, it, I. نستخدم where مع الفاعل الجمع they, we, you. نضيف ing إلى فعل الجملة. في حالة النفي نضع not بعد was أو were لتصبح wasn't أو weren't. في حالة الاستفهام نقدم الأفعال المساعدة على الفاعل ونضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة مثل he was تصبح was he في حالة الاستفهام. They were تصبح were they أيضا في حالة الاستفهام. أمثلة she between brackets read الفعل read a novel. المطلوب من عندنا past continuous أن نغيرها إلى الزمن الماضي المستمر. نضع الفاعل she الشي ياخذ was ونغير الفعل بين الأقواس إلى الماضي المستمر بإضافة الـ ing للفعل فتصبح الجملة she was reading a novel. مثال آخر we talk about school past continuous. we talk between brackets نغير الفعل ونضع we الوي تأخذ where ونضيف ing للفعل فتصبح we were talking about school. مثال آخر she wasn't reading a novel إن هذه في حالة النفي. أيضا ننفي الجمل الباقية we weren't talking about school. أيضا أمثلة أخرى was she reading a novel was she reading a novel هذه في حالة الاستفهام. أمثلة أخرى where we talking about school where we talking about school أيضا في حالة الاستفهام.